هل تعتقد سيتم المضي والتصويت في هذا القانون، خاصة مع النوايا والإصرار لدى الكتل الكبيرة لتمريره؟ هذا ما يشير إليه واقع الحال بحسب مراقبين، فهل يمرر بعيدا عن رأي المعترضين، عن رأي المرجعية، عن رأي الشارع الرافض للقانون؟ بصراحة الأحزاب التقليدية لا تحترم إرادة الجماهير، وكان هناك دماء سقطت في ثورة تشرين العظيمة، أكثر من 800 شهيد وأكثر من 30,000 جريح، فهي لا تكترث لهذه الدماء وهي مدانة بشكل مباشر. فضلا عن ذلك أنها تسوف في تفعيل لجنة تقص الحقائق وكشف من هم القتلة لهؤلاء الشهداء الأبطال والثوار. الشيء الآخر بأن هذه الأحزاب هي تريد أن تهيمن على مؤسسات الدولة، تريد أن تطيل من عمر وجودها لأنها لا تستطيع أن تقدم شيء، فبالتالي تعمد إلى الرجوع إلى الخلف بدل التقدم، بالرجوع إلى أدوات مسودة قوانين تعيد لهذه الأسر الحاكمة ولهذه السلطة التي تستخدم الغي في تسويف إرادة العراقيين باتجاه قوانين لا تمثل إرادة جماهيرية ولا تمثل المرجعية أيضا باعتبارها المظلة الأبوية التي دائما تقمع بملحوظاتها وببياناتها كإدانة لهذه الأحزاب وترفض استقبالها أيضا. أما بالنسبة لسؤال حضرتك بأن هل يمكن أن يمضي هذا القانون، الإرادة الجماهيرية دائما نقول بأن الشعب هو مصدر السلطات، ولا يمكن أن نسمح لإرادة هذه الأحزاب التي دمرت العراق و صادرت أمواله وأهدرت المال العام وقتلت العراقيين أن يكون لديها الصولة في هذا الأمر. فالكلمة الأول والفصل هو للشارع العراقي، ولذلك إذا كان هناك إصرار من قبلهم باتجاه هذا التجني على إرادة الشارع العراقي، حتما ستكون هناك الخيارات متاحة على المستوى القضائي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى الدولي أيضا بالاعتراض أمام المنظمات المجتمع منظمات الدولية بتحرير الكثير من التواقع من أعضاء مجلس النيابي لكي يمثلوا الصورة الحقيقية داخل مجلس النيابي، ورغبة الأحزاب التقليدية في أن تهيمن على المؤسسة التشريعية فضلا عن هيمنتها على المؤسسة التنفيذية، وهذا ما نعمد على القيام به. وأيضا الخيارات بأن الساحات ممكن أن تشهد احتجاجا عارما بأن لا يمكن لهذه الأحزاب أن تعيد جدولة سطوتها رغما عن تلك الدماء ورغما عن دعوات المرجعية بأن يكون هناك وجوب أن يكون هناك قانون منصف وعادل يمثل الإرادة الجماهيرية بشكل مباشر.